إلى منتدى دبي الصحي الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي للمرة الأولى وسط مشاركة وحضور غفير من مسؤولي الصحة والأطباء حول العالم، ناقشوا من خلال جلساته مواضيع تهم الرعاية الصحية وتعزيز السلوك الصحي لدى المجتمع. المزيد في سياق التقرير التالي مع الزميل إبراهيم الماس. من أجل مجتمع أكثر صحة وسعادة، جاء منتدى دبي الصحي في نسخته الأولى بتنظيم من هيئة الصحة بدبي وبمشاركة أكثر من 1500 من قيادات ومسؤولي الصحة والأطباء والخبراء من داخل وخارج الدولة لتسليط الضوء على القضايا ذات العلاقة بالعلوم الصحية والطب وسعادة المجتمع. لا شك أن يعني منتدى دبي الصحي هو منصة محلية عالمية لتسليط الضوء على أهم التطورات في الخدمات الصحية وأهم أيضا الأساليب والتطورات التكنولوجية المتبعة، وهو فرصة لوجود كثير من الأطباء والمختصين ومتخذي القرار. المنتدى الذي يستمر يومين يعقد 15 جلسة يتناول من خلالها مجموعة من القضايا الهامة المتصلة بالتنمية المستدامة والابتكار والقطاع الصحي وتقنياته وفرص الاستثمار والتحديات المستقبلية وقضايا الحوكمة والتمكين، إلى جانب الصحة في المدن الذكية والتثقيف الصحي في وسائل التواصل الاجتماعي. مشاركتنا اليوم في منتدى دبي الصحي الأول عن دور الطبيب في وسائل التواصل الاجتماعي، راح نشارك بورشة عمل، وهذه طبعا أداة جدا مهمة للطبيب ولكل الزملاء في استخدام هذه الأداة في تعزيز المفاهيم الصحية في تفنيد الإشاعات، فإذا تم استغلالها بالاستغلال الصحيح أكيد راح نصل لما نصب إليه. والملفت للنظر في هذا المنتدى هو كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة واستعراض هذه التجارب بشكل جذاب أمام الجمهور عبر حديقة الصحة التكنولوجية التي تمثل فكرة أكثر تطورا للمناقشات والعصف الذهني من خلال منصة المتحدثين، إضافة إلى غرفة العمليات المتقدمة التي تحاكي تكنولوجيا المستقبل، فالروبوت الآلي والطابعات ثلاثية الأبعاد وطرق التدريس عن بعد، كلها تمثل تكنولوجيا حديثة في عالم الطب وتصب في خدمة البشرية. منتدى دبي الصحة هذا أول منتدى يصير على هذا النظام، هذا على هالنطاق، وراح يمسك يعني أشياء كثيرة ونطرق على أشياء يعني معينة، منها تكلموا طبعا قبل فترة قبل في الصباح تكلموا عن السمارت سيتي، المدينة الذكية، وكيف تأثيرها طبعا على يعني الصحة على هالشيء هذا وتأثير العكس بعد. إذن هي قضايا عالمية محلية تهدف إلى تحقيق التواصل الأمثل مع مختلف الجهات المعنية بالرعاية الصحية عبر تبادل الأفكار وتنفيذ الحلول الناجعة في الرعاية الصحية، دعما لاستراتيجية دبي 2021 لمجتمع أكثر صحة وسعادة. من أجل مجتمع أكثر صحة وسعادة انطلق منتدى دبي الصحي الذي يعنى بالمواضيع الصحية والطبية ويطرح الحلول والتحديات التي من شأنها الارتقاء بصحة وحياة الإنسان. من منتدى دبي الصحي لأخبار الإمارات، إبراهيم الماس.